مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وأيضا معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. يتبنى صندوق التنمية الحضرية خطة تنموية للعمل على الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطن. حابين نعرف طبعا تفاصيل أكتر عن هذا الخبر، معانا على الهاتف الأستاذ إيهاب حنفي المنسق العام لصندوق التنمية الحضرية والمتحدث باسم الصندوق. صباح الخير إيهاب. صباح الفل فندم مشاهدي، اهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا في صباح مين. والله يعني حابين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر، يعني ما تم الانتهاء من اعمال تطوير بالمناطق غير المخططه حتى الان، والمخطط تنفيذه ايضا. طيب يعني احنا خلينا بس حضرتك كده اختصرت الموضوع على غير مخطط. انا لازم اوضح ان في قضيه كبيره في الحقيقه جدا، هي قضيه تطوير العشوائيات. طبعا. واحنا يمكن الناس كلها كانت عارفه ان احنا كان باسمنا صندوق تطوير المناطق العشوائيه اللي هو صندوق انشئ بقرار جمهوري. الحمد لله احنا انتهينا من يعني معظم المناطق العشوائيه غير الامنه حسب التصنيف اللي كان الصندوق عامله، وابتدينا الحمد لله يعني اتغير قرار انشائنا وبقينا صندوق التنميه الحضريه بمهام اوسع وتكلفات اكبر. خلينا اوضح بس ان حجم المشكله، يمكن احنا كنا شغالين على 357 منطقه فيهم 246,000 وحده سكنيه، دي مناطق عشوائيه غير امنه تمثل حوالي 1% من عمران في مصر. تمام. القضيه الثانيه اللي هي المناطق غير مخططه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي 152,000 فدان، حوالي 37-40% من عمران في مصر دي مناطق عشوائيه غير مخططه. قضيه كبيره جدا طبعا. يعني ان شاء الله الخطه اللي احنا حطينا ان احنا باذن الله ننتهي منها في 2030. التكلفه التقديريه الى الان حوالي 318 مليار جنيه. طبعا متوقع ان هي ممكن تزيد شويه. عندنا الحاجه الثالثه اللي شغالين فيها اللي هو الاسواق العشوائيه، اللي هو عندنا 1105 سوق عشوائي بتكلفه حوالي 44 مليار. احنا ممكن الى الان يعني بعد ما انتهينا من المناطق العشوائيه غير الامنه اللي هي ان شاء الله يمكن خلال الشهرين اللي جايين دي اخر مشروعات بيتم الانتهاء منها ان شاء الله. هنبتدي ابتدينا في الغير مخطط، احنا مخلصين حوالي 74 منطقه غير مخططه، طبعا في الجيزه او القاهره او الاهليه الغربيه، في محافظات كثيره جدا في المنيا في الصعيد، ومستكملين ان شاء الله الموضوع. تمام. اتفضل. يعني برضو يعني معايا سؤال برضو حابب يعني اطرحه على حضرتك، ان هو بيوجد يعني تقريبا 1105 سوق عشوائي يعني، فحابين نعرف يعني الخطوات اللي تمت لتطوير الاسواق العشوائيه، واحنا فعلا كنا اتكلمنا في السابق عن المناطق زي ما حضرتك اوضحت اللي هي اللي غير امنه والعشوائيه، فبرضو حابين حضرتك تؤكد لنا على هذه الاسواق يعني. طب هو الاسواق زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا 1105 سوق عشوائي. طبعا احنا الصندوق يمكن دايما لما بنشتغل بتصنيف، والحمد لله ده يمكن اللي نجحنا ان احنا دايما بنحدد المشكله الاول، بنحدد استراتيجيه التدخل. فاحنا محددين الاسواق انواعها حسب ان هي سوق غذائي، سوق مواد بناء، يعني حسب نوعيه السوق اللي موجود، التصنيف الزمني بتاعه هل هو اسبوعي هل يومي هل موسمي. ابتدينا حطينا خريطه قوميه على مستوى محافظات مصر بالكامل. احنا يمكن الى الان خلصنا حوالي 38 سوق، وشغالين في 12 سوق في الفتره الحاليه. بس خليني سريعا برضه، معلش انا هتطرق لحاجه ثانيه، لان ده يمكن هنقول ده يمكن شغلنا في صندوق تطوير عشوائيات، ان احنا في الحقيقه لما تعدل القرار انشاء الصندوق وبقينا يعني صندوق ليه رئيس مجلس اداره اللي هو المهندس خالد صديق، ليه مجلس امناء بيرأسه رئيس الوزراء وبعضويه 10 وزراء. المهام بتاعتنا في الحقيقه توسعت جدا، يمكن عشان كده ابتدينا نشتغل في يمكن حاجتك في سكه ثانيه معلش، اللي هو تطوير القاهره التاريخيه وعواصم المحافظات والمدن الكبرى. فده طبعا ملف كبير جدا طبعا، والحمد لله احنا خدنا التكليف بيه، والحمد لله احنا فعلا دلوقتي شغالين في 5 مناطق في القاهره الكبرى، في القاهره التاريخيه اسف، اللي هي يعني مسجد الحاكم، باب زويله، حاره الروم، الحسين، درب اللبانه. واعتقد الناس كلها لو نزلت هتشوف احنا ابتدينا سريعا في
اللي هي تطوير واجهات المباني اللي هي ذات الحاله الانشائيه الجيده، اشتغلنا في الاراضي الخارجه والفضاء بعض المباني. بجانب ده طبعا زي ما قلت لحضرتك اللي هو عواصم المحافظات في المدن الكبرى، ده برضه خليني اوضح ان دي مبادره من السيد رئيس الجمهوريه، وفي الحقيقه احنا شغالين فيها بقوه دلوقتي، في شغالين في حوالي 23 محافظه في الوقت الحالي. فهي في الحقيقه ملفات كثيره جدا. انا يمكن حبيت بس اتطرق سريعا كده، واعتقد الناس قريب قوي هتشوف يعني شغل كتير قوي على ارض الواقع بعد ما انتهينا من تطوير المناطق العشوائيه غير الامانه. هو الحقيقه فعلا زي ما حضرتك اوضحت يا استاذ ايهاب، هو طبعا جهد كبير جدا، واحنا فعلا لامسين هذا الجهد الكبير والمواطنين لامسينه في الفتره القليله السابقه طبعا، وده يعني احنا بنبقى فخورين بهذا الوضع، وان شاء الله في ازدياد اكتر وفي تطوير اكتر الفتره اللي جايه ان شاء الله. وطبعا بنشكركم على المجهودات اللي حضراتكم بتقوموا بيها يعني. انا بشكرك جدا على وقت حضرتك وعلى المعلومات القيمه اللي حضرتك قلتها لنا. الاستاذ ايهاب حنفي، المنسق العام لصندوق التنميه الحضريه والمتحدث باسم الصندوق، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.